الصح والتقل والعرض والزين وصحيح بركي عليه ما فيك من جهد شي حاجة غزالة 2200 درهم. خديجة ديجا اختي راه دوزت السلسلة ديال الحصيرة 5000 درهم خطيرة فنة فنة اختي خديجة راه دوزتها في الأول ديال اللايف غزالة ب 5000 درهم زوينة وفنة ورافينيتي ديال الحصيرة 2200 درهم ديال البنات هاد لاباك هادي 2200 درهم اللي هي 220 أورو 220 ديال الأورو 44000 ريال هاد الخاتم هذا 44000 ريال ديال التخوات دي كيجي خطير في اللبسه البنات شوفوا كيجي 2200 درهم 220 ديال الاورو 44000 ريال اللي بغاتو دير له سكرين توصل معايا سير واتساب اللي هو 0667665191 مرحبا كاين هذا بحالو حتى هو الصح والعمل غير هو هذا موديل اخر الثمن ديالو هذا 1700 درهم 170 ديال الاورو هذا الثمن ديالو 1700 درهم 170 ديال الاورو 34000 ريال ام اسراء خاتم القلوي ما عنديش اختي 1700 درهم 170 ديال الاورو 34000 ريال هاد لاباك ديال التخواط دي شي حاجه ولا اروع 1700 درهم اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب مرحبا كاين هاد لاكوغميت ديال لويزا هاد الفروج هادي خلاص لويزا غير ديال 18 بيان بيان سيغتي بالحجر من جنيبه البنات فنه فيها سنيسله رقيقه فيها الزياده والنقصان ها هما فيها الزياده والنقصان الثمن ديالها 1250 درهم هذه الثمن ديالها البنات غير 1250 درهم اللي هي 25000 ريال اللي هي 125 ديال الاورو 125 اورو البنات هذه غير 125 ديال الاورو 25000 ريال 1250 درهم 125 اورو البنات اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 0667 665191 ومرحبا و100 الف مرحبا كاين هاد سلسله السبوله هذه البنات غليظه وغليظه وثقيله ثقيله هذه اللي كتقلب على الصح اللي كتقلب على الصح تاخذ هذه وداي معايا الثمن ديالها 4600 درهم 460 طوغ 4600 درهم اللي هي 92000 ريال هذه البنات الثمن ديالها 92000 ريال اللي هي 4600 درهم اللي هي 460 طوغ 460 ديال الاورو اللي هي 92000 ريال 460 طوغو هذه اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف الف مرحبا كاين هذه سنيسله غزيوله فيها هذا لو تروك هذه فيها هذه فيها بوندونتيف ديالها انتيغري ستيل بيان بيان سيغتي بالحجره البنات شوفوا كي دايره خطيره هذه غزاله هذه غافينيتي خلاص هذه ولا دياغولد اما دياغولد كوجك خوا وعلى البنات هذه ما شاء الله تبارك الرحمن بالنسبه للثمن ديالها 2200 درهم هذه الثمن ديالها 2200 درهم اللي هي 220 اورو البنات 44000 ريال 44000 ريال 2200 درهم هاد لاشين هذه 220 اورو 2200 درهم اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا بالجميع و100 الف مرحبا كاين هاد لاكوغميت ديال الخريخيشات فيها شي سبعه الخريخيشات ولا اكثر وفيها خميسه في لافيغميتور ديالها كوغميت ديال اليد غزاله وفيها السنسله صحيحه ديال الشوبار غزاله البنات هادي ما تخافوا عليها لا تقطع لا والو والثمن ديالها في متناول الجميع 1000 درهم هادي الثمن ديالها غير 1000 درهم اللي هي 20000 ريال 100 ديال الاورو هذه غير 100 ديال الاورو البنات 20000 ريال ام اروى كل التوفيق لخويا رشيد الله يكبر بك ام اروى الله يحفظك اللي خطيك 100 ديال الاورو 20000 ريال ها هي حداكم البنات اللي بغاتها دير لها سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا و100 الف مرحبا فاتي جهدوني على براسي الجاكوار عافاك براسي الجاكوار اختي كي داير اللي بغيتي فيهم انا غندوزو لك دابا هذا ها هو غندوزو لك الا بغيتي هذا مرحبا كاين هذه البنات هاد لاشين هادي واعره هادي ما شاء الله ديال الشوبار مرقيقه مغليضه هادي بين وبين مرقيقه مغليضه الثمن ديالها 1900 درهم اللي هي 38000 ريال 190 ديال الاورو 1900 درهم اللي هي 180 جي اورو اللي هي 190 ديال الاورو البنات شي حاجه ما شاء الله هدى الزهراء فينك اخويا انا موجود اختي هدى انا اختي في مكناس كتبات في مدينه مكناس براس اختي البراسيات اللي عندي انا ديرهم في اللايف غادي ندوزهم الا بغيتي شي حاجه من غير هادشي
تواصلي معايا سير واتساب محضر سناء ديما فين كاين خويا انا في مدينه مكناس برج مولاي عمر لقيتي كيفاش تصيفط لهم شنو الواتساب اول بنات 1900 درهم 190 ديال اور محمد خويا رادكو عندي واحد هو اللي عندي كيدير اخويا 90000 ريال هو اللي عندي بور لانستون ديسبو بغيتي شي حاجه اخرى جداش ما بغيتي نصاوب لخويا مرحبا و100 الف الف مرحبا على الراس والعين كاين هذا البغاسلي ديال جاكوار ها هو رشيدة بركوش رحمه الله بركوش البراسلي ديال القلوي براسلي ديال القلوي ما عندناش براسلي ديال القلوي واش كتهضري على هذا اللوف هذا بحال القلوي ومكتوب فيه اللوف ها هو بحال القلوي هذا كيدير 6600 درهم اللي هي 660 الاورو اللي هي 132 افريا كاين القلوي فيه اخويا عاد دخلت عاود وريني السلسله اين السلسله اختي خديجه هدى زهره ولينا لي غورمي لي غورمي اختي انا دوزت اللي عندي كندوزهم في كل لايف هاد اللايف اللي دوزت فيه غير هادي ديال الخريخيشه بغيتي اختي شي حاجه توصلي معايا سير واتساب مرحبا و100 الف مرحبا كاين هذا ديال الجاكوار ولا اروع ولا بغيتي شي غورميت معين ندوزو لالا هدى مرحبا هذا ديال الجاكوار ولا اروع كاين حتى الخاتم ديالو التعليقه ديالو اللي بغات لونسومبل ديالو كامل مرحبا هذا الثمن ديالو 13400 درهم اللي هي 1340 ديال الاورو 13400 درهم اللي هي 1340 اورو 1340 اورو نرجس هنيبو خويا خلي لي هذيك السلسله خريشات 1000 درهم مرحبا اختي نرجس هنيبو مرحبا غير تواصلي معايا سير واتساب ومرحبا و100 الف الف مرحبا سارة صديق اهلا وسهلا كلشي مزيان في امان الله سناء دينا واش حدا السويقه اييه حدا السويقه انا لاصق على فرماسيان الاسماعيليه فاتيشه هذا الخاتم بليزينا خاتم اختي فاتي دونك هذا البنات اللي بغاتو 13400 درهم ل 1340 ديال الاورو اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 ومرحبا اختي فاتي اختي خديجه ديجا ها هي اختي ديال 5000 درهم ها هو اختي ما شاء الله الخاتم ديال البراسلي مرحبا عطينا الخاتم ديال الجاكوار ندوزوه ها هي اختي ديال 5000 درهم خطيره خطيره فنه فنه ها هي اختي خديجه ديجا ها هي عاد تفكرت ها هي اختي هذه 5000 درهم واعره وصحيحه وثقيله نقول لك شحال فيها في الطول الا بغيتي الطول فيها اختي 56 سنتيمتر هذه فيها 56 معاك حمود من فاس حسن حياني مرحبا خويا حمود من فاس مرحبا بك و100 الف مرحبا يلا البنات بارطاجيو معنا الله يكبر بكم سواء في لو ميغ ديالكم سواء انفيتيو لي زامي ديالكم بار ميسانجر اي سيرتو اي سيرتو في الجروب اللي عندكم لي جروب اللي عندكم وشكرا بزاف فضلا وليس امرا رضا كي امي لالا سميره كي درتي لاباس عليك كلشي مزيان الله يكبر بك نور الهدى عزاوي السلام خويا رشيد غبورات هذه اياه لالا نور الهدى غبرتي حتى بياضيتي جمال غفار الله يجزيك بخير شي باك ديال الزواج وشكرا اخي خويا جمال تواصل معايا سير واتساب وقول لي اخويا شنو بغيتي ومرحبا و100 الف مرحبا هذيك كورميطا لويزا ديال 25 فريال مرحبا اختي نرجس الراس يعني نخليها لك اختي مرحبا اختي راجيس نخليها لك هي ديال 1000 درهم ولا بغيتيها غير بوحدها مرام شيكولي شانيل اللي عندك لا شانيل ما عنديش اختي في الكولي ما عنديش شانيل ها هي ديال 5000 درهم اختي خديجه نتمناك تكون درتيها مرحبا و100 الف الف مرحبا كاين عندي غير براسليت شانيل ندوزته هو اللي دوزت قبيله هو نتمنى تكوني شتيه ها هو الخاتم ديال الجاكوار مرحبا اختي نرجس يعني بغي دوزي عندي الواتساب ان شاء الله ويكون الخير مرحبا بزوج صافي ديال لويزا والاخرى ديال الخريخيشات اللهم يسر هاك هادو ديال لويزا والخريخيشات هذا عزيز ديال 25000 ريال وديال 1000 درهم كتب فيه نرجس عنيبو صافي اختي نرجس سي كونفيرمي اللهم يسر غير دوزي الواتساب واعطيني المعلومات ديالك ونصيفطهم لختي غدا ان شاء الله باذن الله ها هو هذا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن ديال الجاكوار ديال البراسلي اللي دوزنا كيجي ولا اروع شوفوا كي داير الدوره ديالو شي حاجه خطيره شحال هذا 7000 وشحال 7700 درهم هذا 770 ديال الاورو 7700 درهم ولاني خاتم ما شاء الله تبارك الرحمن 7700 درهم اللي هي 770 ديال الاورو البنات اللي بغاتو دير له سكرين تواصل معايا سير واتساب اللي هو 066 67 65 91 مرحبا اللي بغات خاتم ديال الفان كليف خطير ها هو البنات خاتم ديال الفان كليف ولا اروع هذا العريض هذا خاتم ديال الفان كليف العريض البنات شوفوا كي كيجي ما شاء الله تبارك الرحمن
بالنسبه للثمن ديالو هذا 3000 درهم، 300 ديال الاورو 60000 ريال. هذا الثمن ديالو البنات 3000 درهم اللي هي 60000 ريال 300 اورو. اللي بغاتو دير له سكرين شوت مع ياسر واتساب مرحبا. البنات كاينين هادو دايرين فيهم بروموسيون، بقاو عندي ثلاثة. سناء دينا خويا واش عندك لاشين قلوي؟ عندنا لاشين قلوي عز، خلينا شي شين قلوي. هادو البنات الثمن ديالهم غير 75 الاورو 15000 ريال. هادو كنا كنديروا لهم 18 19000 ريال، درنا فيهم بروموسيون، بقاو عندنا ثلاثة ها هما 15000 ريال. 15000 ريال 75 ديال الاورو 750 درهم. اللي بغات شي وحده مرحبا، و100 الف الف مرحبا. 750 درهم هادو البنات غير 75 ديال الاورو 15000 ريال. اللي بغات شي وحده دير لها سكرين تسمع ياسر واتساب اللي هو 066 67 65 65 مرحبا. بالنسبه للاشين قلوي اختي ما بقاتليش، عندي لي غورميت قلوي واخا لاشين قلوي ما عنديش. كاين هاد البراسلي ديال المسمار هذا فيه 6.3 ولا ما كبير، هذا 6.4 اللي يديها كبيره. ها هو البنات هذا اللي يديها كبيره وفيه 6.4 البنات، واعر خات ديال الكلو ولا ديال المسمار. ها هو البنات ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه للثمن ديالو 4600 درهم اللي هي 460 اورو اللي هي 92000 ريال. هذا الثمن ديالو 92000 ريال اللي هي 460 اورو. اللي بغاتو دير له سكرين توص مع ياسر واتساب اللي هو 066 67 65 91 مرحبا. ها هو ديال الكارتي اللي قالت لي قبيله السيده، ها هو هذا فيه 5 سنتيمتر خونس كو جو كخوا، نتاكدوا بالضبط هذا فيه 5 سنتيمتر خونس البنات اللي ديها صغيره. الثمن ديالو 5300 درهم، 530 ديال الاورو، هذا 106000 ريال. 530 اورو البنات، 530 ديال الاورو، 106000 ريال. هذا ديال الكارتي بقى لي واحد هو اللي بقى لي البنات، 5300 درهم، 530 ديال الاورو، 106000 ريال. اللي بغاتو دير له سكرين تواصل مع ياسر واتساب مرحبا. اللي بغات دير معاه المشرط يجيو خطيرين البنات، شوف كي كيجيو هادو بجوج. اللي بغات دير معاه المشرط وتقسمهم مثلا بالموش عربي، انا داك الموش عربي نديرو في وسطهم يجي غزال. مشرط هذا المشرط هذا البنات الثمن ديالو 4500 درهم، هذا 450 اورو 450 ديال الاورو، وهذا 530 ديال الاورو. ودير في وسطهم المشربي، المشربي اللي فيه القريطيسات، دير فيه المشربي البنات كيجي غزال. دينا دينا سلام خويا رشيد واخي لقيت اللايف الله يسر. مرحبا لاله فاطمه غبرتي علينا غبرتي، مرحبا لاله فاطمه على الراس والعين. هادو البنات كيجيو خطيرين، وعطيو ديرو في وسط منهم داك المشربي ديال القريطيسه كيجي خطير، كيجي خطير ما شاء الله تبارك الرحمن. هو عايز كيقلب عليه نجبدوه ونديرو لكم ان شاء الله. 4000 هذا 4500 درهم، وهذا 5300 درهم، وديرو في وسط منه